إنه لمن دواعي سرورنا اليوم أن نجتمع بكم ضمن فعاليات اختتام البطولة الجهوية للرمي بالمسدس الآلي ما بين مصالح الشرطة لناحية الوسط. يودني أن أهنئ الفائزين خلال هذه البطولة التي ساد فيها روح المنافسة الرياضية، مع تمنياتنا لكم مزيدا من النجاحات في مساركم الرياضي. أعلن عن الاختتام الرسمي لفعاليات البطولة الجهوية للرمي بالمسدس الآلي ما بين مصالح الشرطة بناحية الوسط للموسم الرياضي 2023-2024.